كانت 2011 كان المستوى شو. وقد دعي العريفي دار إلى الصعود في طائرة نتنياهو والسفر إلى أهله الذين لم يرهم منذ أكثر من سنة. سيادة العميد يوسف الجادم، أهلا وسهلا بك. طبعا شاهدت هذا التقرير الإسرائيلي عن هذه المناورة، كيف يمكن أن تكون هذه المناورة رسالة سلام كما قال نتنياهو في التقرير؟ المناورات ليست رسالة سلام على الأقل بشكل مباشر. المناورات هي عادة لرفع الجهوزية القتالية للجيوش، ولها تأثير معنوي على الجيش الإسرائيلي بحد ذاته لرفع معنوياته، وعلى المجتمع الإسرائيلي لرفع ثقته بجيشه، وهي رسالة للأعداء المحتملين لإسرائيل، رسالة للردع أنه عن لردع عن أي تحرك ممكن يقوموا فيه، تيقلن أو يبعث رسالة أنه نحن موجودين هون وقادرين على الردع. يعني هل هذا يعني أننا أمام نيات جدية من نتنياهو لربما لشن حرب أو توجيه ضربة على لبنان؟ ليس بالضرورة، يعني لو كانت النوايا فعلا أنه بعدوانية وشن عدوان ما كان في داعي لها الإعلام بالتدريب وتقصد إرسال الرسائل. ممكن إذا كان في نوايا عدوانية حقيقية بيتم التدريب بشكل سري بدون إعلان. في كل حال، مناورة هنا ومناورة هناك، قرية سورية محتلة مهجورة في الجولان السوري كانت المكان الذي اختارته القيادة العسكرية لجيش الاحتلال لتنفيذ مناورات عسكرية جديدة لاختبار مدى قدرة العسكر الإسرائيلي في الهجوم. والاحتلال في الأمر رسالة لمن يهمه الأمر. الآلاف وعشرات الآلاف من جنود الجيش الإسرائيلي في النظامية والاحتياط يمرون سنويا على هذه المنشآت، منشآت القتال في منطقة مبنية. أجيال من الجنود يحذرون منذ سنوات من أن هذه المنشآت أصبحت خريبة ومصابة بما لا يحصى من الرصاص والقنابل التي أطلقت على هذه الجدران. جدار خريب مثل هذا في قرية زعورة السورية المهجورة في الجولان والتي حولت إلى منشأة للقتال في منطقة مبنية هو الذي تسبب بالمقتل العبثي لمقاتل جولان الجندي أول مور كوهين. لجنة التحقيق لم تقدم بعد استخلاصاتها النهائية حيال هذا الحادث التدريبي التراجيدي، لكنها قدمت استخلاصات قاتمة عن أوضاع منشآت القتال في منطقة مبنية. قسم الأمان ومراقبة الجودة في الذراع البرية قام منذ مقتل كوهين بفحص كل المنشآت، وهذا ما توصل إليه إيقاف تدريبات إطلاق النار في منشآت الزعورة، منشآت تساليم وهي تحديدا جديدة وصفت بأنها في وضع سيء بوجه خاص وتمنع فيها تدريبات إطلاق النار، وفي منشأة القتال في قاعدة التدريب لخيش تم حظر استخدام عدة غرف لإطلاق النار. ووضع المنشأة وصف بأنه جيد لكن ينقصها تأهيلات بسيطة للأمان ومنع إطلاق النار فيها. منشأة القتال في منطقة مبنية في قاعدة تدريب لواء جفعاتي منع فيها إطلاق النار بعدما وجد ثقوب في عدة غرف جراء إطلاق النار. أما منشأة قاعدة التدريب على مكافحة الإرهاب آدم فإنها تتطلب ترميما أساسيا ومنع إطلاق النار فيها. צה"ל יצטרך לבדוק את עצמו. אני חושב שלאור התאונה הזו אני חושב שכל הכוחות שמתאמנים יצטרכו לבדוק את המתקנים הללו מידי אימון על מנת שנעשה כל מה שניתן כדי למנוע תאונות כאלה בעתיד. في منشأة القتال في منطقة مبنية في قاعدة تدريب المظليين كان فيها أيضا غرف غير آمنة لإلقاء القنابل. رئيس طاقم فحص هذه المنشآت المقدم يوسي بن سمحون كشف لمجلة الجيش أن ضباطا فحصوا قبل أشهر منشأة الزعورة وحددوا أنه يجب ترميم المكان بكلفة 1,000,000 شيكل، بالطبع هذا لم يحصل وكلف حياة جندي من الجيش الإسرائيلي. سيادة العميد، طبعا هذه المناورات يعني على قرية سورية محتلة، هل في اختيار تلك القرية لإجراء المناورات رسالة ما لدمشق برأيك؟ دائما في التدريب هناك سعي لجعل التدريب أكثر يعني أكثر واقعية بأكبر درجة ممكنة، وبما أن القتال في الأماكن الأهلي يكون القتال ضمن شوارع وضمن أبنية، حتى لو كانت هذه القرية غير موجودة، إنه الجيوش عادة تبني قرى ومنشآت للتدريب،
فانه اذا كانت موجوده طبعا هي بتوفر عنه، بتوفر انه مكان اقرب ما يكون الى الطبيعه حتى يكون التدريب واقع. طيب لاحظنا ان هناك ثغرات في بناء هذه القريه المعتمده لاجراء المناورات، وهناك تحقيقات في الجيش الاسرائيلي، ماذا يعني ذلك من جانب جيش يدعي بانه الاقوى في المنطقه؟ يعني هذه القريه اصبحت تعد من منشات التدريب، ومنشات التدريب عاده يعني عرضه للتخريب ولازم لها صيانه بشكل دائم، والحوادث بالتدريب طبيعيه بكل الجيوش، وخاصه اذا كان في استعمال لاسلحه ناريه بالذخيره الحيه. عاده بصير في ضحايا بالتدريب، وبصير في شهداء وما كان بكل الجيوش حتى بابسط العمليات التدريبيه، يعني بالركض وبالقفز وبالسباحه وبالرمايه، بكل انواع التدريب بصير في حوادث وضحايا. على كل بدت الامور وكانها تتجه الى توجيه ضربه للبنان على خلفية المزاعم عن حصول حزب الله على صواريخ سكود من سوريا. الإعلام الإسرائيلي لم يهدأ منذ إطلاق المزاعم عن الترويج لاحتمال شن الحرب، لأن سكود ببساطة سيخل بميزان الرعب القائم حاليا بين الاحتلال وحزب الله. روني، فلنتطرق إلى موضوع أكثر جدية. حزب الله يحصل حاليا على صواريخ M600، هل هذا جدي؟ نعم، حزب الله يحصل على صواريخ M600، إنها ليست كاتيوشا متطورة، بل هي أكثر تطورا بدرجات. إسرائيل اعتمدت على مدى سنوات طويلة سياسة تقول إن إسرائيل لا تتخذ خطوات عسكرية ضد تسلح أعدائها عدا تلك التي تتفجر. صحيح، لقد شذت عن هذا في ضرب المفاعل النووي العراقي، وهي ضربة خطيرة جدا. يبدو لي أن ما تتم مراكمته الآن في لبنان، M600 وزنه نصف طن ودقيق ومدمر جدا، والصور التي نشاهدها من حرب لبنان الثانية هي أشبه بيوميات لما قد يكون. يجب على إسرائيل الخروج من هذه السياسة. صحيح أن الاعتبارات معقدة، لكن هناك وزير في وزارة الدفاع وهناك رئيس أركان يعرف كيف يزن الأمور، وهما يدرسانها معا. يجب القيام بخطوة تجاه هذه المخاطر، لأنه ممنوع السماح لحزب الله بمراكمة قدرات تدميرية كهذه قريبة إلى هذا الحد من الحدود الشمالية لإسرائيل. سيادة العميد، ما المغزى من تركيز الإعلام الإسرائيلي في المدة الأخيرة على صواريخ تصل إلى حزب الله وليس معروفا أنها تصل أو لا؟ لماذا التركيز على القدرة العسكرية لحزب الله برأيك؟ طبعا إسرائيل حزب الله يعتبر عدو بالنسبة لها، وخاصة بعد تجربة عام 2006.